مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير القرنبيط بطريقة جدا رائعة. اول شي عندي قرنبيط، كمان عندي هون مي، رح احط المي على الغاز واغليهم. بعد ما غلت المي بهيدا الشكل، هلأ بدي احط القرنبيط. بسم الله، بسلقهم حوالي 7 دقايق ليستوي القرنبيط. وجبة عن جد كتير طيبة وغريبة. كمان بغطي الطنجرة لينسلقوا منيح. بعد ما سلقتهم 7 دقايق منشوف القرنبيط اذا استوى بهيدي الطريقة. منشوف القرنبيط صار كتير منيح. هلأ بصفيهم بالمصفاي. بعد ما صفيت القرنبيط بالمصفاي، عندي هوني بصلة، نص كوب مي، لحمة مفرومة، ملعقة صغيرة ملح، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة 7 بهارات، وكمان عندي حبة بندورة قطعتها بهيدا الشكل، ملعقتين صغار شراب، وكمان رشة بقدونس. بحط فوق البصلة زيت نباتي، بقليها على الغاز. بعد ما قليت البصلة بهيدا الشكل شي خفيف، هلأ بحط فوق اللحمة، كمان بقلي اللحمة. حط فوق اللحم الملح، البهار، الفلفل الأسود، خليطهم منيح. بعد ما استوت اللحمة هلأ بحط فوق البندورة شراب، كمان بحط نص كوب الماء. هلأ بتركن يغلوا مع بعض. بعد ما غلى الخليط 5 دقايق، هلأ بطفي الغاز. كمان بحط القرنبيط بالصينية. وبحط فوقنا الخليط اللي عملته أنا وياكم. بسم الله. بعد ما عملتهم بهيدي الطريقة، هلأ بدي ابرش جبنة وحطها على الوجه وبرجع بحطهم بالفرن. هيدي الجبنة جبنة مازوريلا، هلأ بحطها على الوجه. ممكن نحط جبنة تشادر، اي جبنة متوفر عنا بالدوب. اكيد عم حمل الفرن من الاعلى على درجة حرارة 250. هلأ بحط رشة بقدونس خفيفة
البقدونس بيعطي كتير مثل ما شايفين لون رائع. هلا بحطها بالفرن. هيدي الوجبة بعد ما طلعت من الفرن، هيدا الشكل النهائي. بتمنى تعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.